مطعمنا اليوم أول مطعم في مقطع اللحوم. اليابان معروفة بلحم الواقي ولحم الكوبي، أعلى درجات اللحوم. اليوم حندبك إلين نصدع لحم، إلين نصدع. طبعاً كالعادة مطعم حلال اسمه ياكينيكو بانجا. عاجزين إن شاء الله ودخلين على المطعم الآن، أبغى أدمر اللحم إن شاء الله. أنا عندي إحساس إنه حيكون ألذ لحم قد أكلته في حياتي. علينا بسبب التوقيت في السعودية واليابان، كل شيء حاطه في الجدول بتوقيت السعودية انقلب اليابان، والحمد لله في الأخير كذا جاني تنبيه واليوم حندق لحم. الريحة نار، الريحة نار. في معركة الآن، في معركة. شيك لي على المنيو، كل اللحوم كل ما لذ وطعم. بريميوم بيف بلاتر 6 سكاي. Can I have the super hot miso sauce? Super hot miso sauce. Sukiyaki sauce. Right. Sauce. I will try this one. Like so one in each? Yes. Okay. I will try one. Okay. Premium lean meat. Rice. For each. For. Also kimchi. Kimchi. And wagyu sushi. Sushi. Right. Let's try galbi. Galbi. Diet Coke. Diet Coke. طيب يا إخوان، هذه أول قطعة جت. شوف شيك لي على الترخيم. كل ما زاد كأنه كذا صبت الخام، كل ما كانت الجودة أحسن، كل ما كان دهني أكثر، كل ما كان زبدة أكثر. الحين بيجي يطبخ لنا إياه هنا. اشرح لنا، اشرح بجد هذا إيش؟ هذا خس مخلل. حق إيش؟ اسمه كيميتسو. كيميتسو. وهذا فطر؟ لا، إيش إيش أبو زعل ما في صح. حلبة. بينز براوت. وهذا خيار. أتحداك تقول الكلمة القلب المخ، هذا إيش اسمه؟ قلتها أنا أدب نفسي. وش هذا؟ هذا إيش؟ حلبة. يا يال اقسم بالله انه حر بشكل مو منطقي. شايفين الاشكال هذه؟ شوفوها بعد شوي اذا الطاقيه مو مفسخه ونظاره اللي مو مفسخه. الهودي حق اللي رجال يشيله. How would you like to cook? Medium rare. Medium rare? Medium, medium. Medium, medium. Please wait one more minute. Two more. طبعا يا اخوان عشان تحسبون الكيس عليكم، شفتوا قبل شويه الشيف بنفسه قال خلي اللحمه ترتاح. اتوقع لو اي احد مد يده طعن. فعشان كذا خلوها ترتاح الستيك عشان لا تطلع العصاره. هذا يا اخوان الشيء اللي ابغى اجربه مره. اللحمه بعدين تحطها في البيض الني، بعدين تحطها في الرز وتاكل. هذا شوربه قلبي. يا قلبي انت. شوف كيف طرية، أطول من خدمة مسد. أنا فهمت ليش. ملح وفلفل. حط نحط وغمسها في الصوص. كويس.
كيف؟ عادي ترى خليك صريح. ما عجبتك؟ يلا سبايسي صوص. حار حار عليك المنتخب لذيذ طيب حلو حلو. هذا يا اخوان واجيو سوشي. وين طبخ؟ طلبته مطبوخ، طلبته في السعودية يمكن ثلاث مرات ولا مرة جاء كويس. لذيذ بس احس يحتاج بهار. طيب سلام عليكم. بيض مع سوكياكي، مو شاكي، سوكياكي. خليها كذا نص حمراء نص هذا. شوف البيضة. بعدين في الرز. يا طويل العمر. مع الرز. بسم الله. كمشي؟ من فين زلفة؟ من المطعم رحنا له بالرياض اللي علمتك عليه. Look that spicy sauce. بندر هذا خلاص. مرة حلو ذا. Wait. الصوص حطه في الصوص. حطه يا أخي شو ينسى؟ والبط معه بالقاط يقول الصوص. ودي عنك سوي سوي. ودي نجرب أنت. أنا مستمتع جرب ما تخيلونها. من ألذ الأشياء اللي ذكرتها والله. اللحمة اللحمة مو طبيعية يا شو ما أقدر أشيلها. شو ده؟ ما راجع. الرز. ولكن هذه المرة على سبايسي صوص. اني ودي اصرفكم واكل يعني معليش على الصراحه يعني. بسم الله بلغ يقول باقها يقول صدع بس مبين صدمه انا مصدع من اول يبي شوف اشكالنا وانا مساعد اتوقع هيك يعني هذه يا اخوان كذا نضيفها مره طريه خليك تسوي ميديوم حطها في ذا حق البيض بعدين في الرز نجيب شوية هات صوص هات صوص كده فوقه هات لقمة رز تاريخي تاريخي طبعا يا اخوان هذا اول مطعم لحم هذا واقي بس في بعده بقى الكوبي الكوبي اعلى درجة في الحياة بقرة يمسجوها كل شيء دلعوها بس عندنا درجات نرتفع عليها حنقارن بهذا لكن مبدئيا ممكن ينقص اذا ذاك كان احسن مبدئيا 9.5/10 يا سلام بالله يا جماعه 10/10 ما فيها كلام حاجه عالم حاجه مثل كيف ترى انا متفاجئ اني قاعد من بدايه الرحله اني قاعد ارضي ضائقه بندر والله صعبة. شوف كيف والله شيء صعب والله مره تقيمك شوف اذا شفتني ساكت يدري اني خاش جو طبعا اذا ما تعرفون انا عشق اللحم لدرجة اني ودي اكل اوادم ونحبي اللحم. هذا احتفظ بهذه المعلومة لنفسك يا فانا سعيد صراحة، اخيرا كلينا شيء كويس. للي اسمع والله شوف بدون اي ضغوطات انا من جد ابغاك في كل المطاعم بدون اي ضغوطات تقول رايك الصريح. والله بالنسبة لي اخوان المطعم لا يختلف. لا 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 يختلف عن حق الرياض. اوه والله العظيم.
والله هي لحمه. لا كذا كثير والله هي لحمه. اعطيك راي يعني كان ودي يقول انها ما عجبته. لا الذائقه ما ناسبته. لحم لحم تحطات ذاله وتغطسه وامسح على وجهك نفس الطعم ما تصرف. فصراحه ما يطق الحين قد دمرتني والله يا اخوان. انا اقولها بكل ذكر والله هذا واضح انه راح يجلدها هيك. اقولها بكل ذكر لا هذا ولا هذا ولا هذا يجي مثل خبرتي بالاكل واللحم خاصه. هذول ايش عرفهم لحم لحم. دي 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 انت تقول خبرتك في اللحم بس تقول اللحم كله نفس الشيء. فين الخبره في الموضوع؟ الله يا ولد صخرك لا يجي لا يجي لا يجي. ترفع التقييم؟ ترفع التقييم؟ لا خمسه والله خمسه والله والله خمسه يا عيال. خمسه ايش معناتها؟ ايش معناتها خمسه؟ يعني رجلا يعني وصل يعني لا لذيذ ولا سيء. لحم انا اكتشفت ابو سعد. ابو سعد اذا ما في ما بين 14 الى 64 بهار في الطبق ريجلر على طول. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب عادي. طيب. اي عادي عادي والله يحترم والله. اي اتوقع المشكله في المطعم ان ابو مع الثاني سعد انه يطبخ وممكن ما يعرف يسوي اللحم. ابغاك تدوق هذه اللي نسويها واحكم. صدقني ما بيتغير. جربها والله اني شمعان. هم بشيل وضع سيئه مستحيل فيها تقول شيء حلو. نص الطعم نص الطعم لحم لحم لحم. وهنا ابو سعد بيعطي مطعم اللحم فرصه ثانيه وبنشوف اللحم في كل مكان نفس الطعم ولا لا. مبدئيا عجبني المطعم. شوف الاكسبيرينس. جينا وساكا يا اخوان وجينا نفس المطعم بالضبط. ورق عنب والله تفهم والله. والله ورق عنب. العب يا سوشي ابو سعد سوشي. مش هنشيل تصفق يا خوالي. طار طار ابو سعد. كم تقييمك صار؟ اول كان كم؟ 3-2 حاجه زي كذا. وهنا اكتشفنا رسميا ان ابو سعد بوت. ابو سعد قاعد يعك ويحاول يعطي فرصه اخيره انه يقول اللحم كل نفس الشيء غطس امه بالصوص. انت انحرقت يا ابو سعد عشان كذا ما تحبها. قاعد مشيها بتعلك هذه والله بتعلكها علك. والله صدق والله بتعلكها عليك. اسمعني له 15 دقيقة يطبخ فيها وهي نحيفة قد كذا. تكفى طلعها خلها 10 ثواني لحالها على راحتها. والله إذا ما علقتها إني ما أكون أبو عمر. وش الغمزة ذي؟ وش الغمزة ذي؟ اصبر لا اصبر 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 خلاص 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 بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كيف ما تنقطع. شوف اقطع بالله اقطع اقطع. خذ بيت كم ساعتك انزل فيها مسبح. وين اكتشفنا انك رحت اللحم. ابو سعد يثبت مره اخرى انه بوت في اللحم. طابخ لحمه قد كذا في الهوت بوت نحطها 10 ثواني ترى يا ابو سعد. والله انك 5 دقائق تطبخ فيها كذا يا اخوان. الكاميرا قاعده تولع حتنحرق. انا 9.5/10 باقي الشباب مبسوطين جدا. ابو سعد بما انه قال اللحم كله زي بعض رايه ويحترم. والله ما احترم. والكثير حيختلف يختلف معاه. والحين نروح المطعم اللي بعده ونكتشف نكتفي بهذا المطعم. انا فل الفل 100% يا عيال. يا عيال جينا نمشي والله. قاعد ادمع لحم. سمو بيس بيس جاب لحم. It's like a dessert, man. Okay. والله شكله عالمي. The best dessert in the world. شوف شوف دقيقة بالله ارفع عليك. يقول انه من افضل اللحوم بلس انه هو اللي بيطبخها. لو ما اعجبت ابو سعد خلاص خذوه يرضيك. ما في ما في طريقنا. Even if you are full you can eat this. This guy vegetarian. وربي شكله زبدة. It looks like butter. Smooth butter. This is the same as first meat, sirloin steak. Sirloin. 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 Yeah, sirloin. Yeah. I am okay. This one. This is radish sauce. Some radish make it just some refresh. Okay. Hi, Hato. Hato. ما عجب. انا اعرف ابو سعد ما يجب.
يستنى يروح شكله عشان اي كذاب كذاب حلو؟ لا الحمد لله الذي هداك حلو بس ما احب الماء رق رق والله حلو انت كيف؟ حلو؟ جاك شمبندر خوفني يا عيال مو لحم هذا زبدة هذا حرفين كذا زبدة هذا زبدة بسم الله بسم الله زبدة حبيبي انفجار سوائل داخل فمي انفجار راسم جدي اخوان نشوفكم ان شاء الله في المطعم الجاي طيب يا اخوان مطعمنا الجاي بعدنا عن طوكيو برا المدينة تقريبا ولكن اجواء عالمية عالمية المطعم حيكون فيه كاري انا اكل كاري بس هذه المرة انا اكل لحم حرفيا المطعم اتوقع ما في الا ياباني اللغة يابانية والفوكس مو ياباني اللغة يابانية والمنيو ياباني وحطلهم بالياباني بس الاجواء اقسم بالله يعني يمكن رفع تقييم المطعم طلب بندر اول شيء رقبته زي ما طلعينا فيه كاري لحم رز تجربه لله في مطعم بحط لكم اياه في الوصف يا خوي فوق هذا ولا ذاك هذا رجاله شوف شوف يا حبيبي فوق بسم الله اللحم تحت انا مجرب فوق 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 يا جوك انتظرني شيء هايت الماشين يا اخي والله ما اعرف شلت هم رجعت اليابان ماي اول شيء كله رفع في جبل الكاري دخلنا مالح صار موزون بعد المعركه كل واحد اخذ صحن بيف لحم مع رز مع جبل وكان سعره كبير جدا تقيني هذه جديده ما كذا صار كذا لعيب لعيب كذا حياد كثير ابو ودن احلى مطعم في اليابان من دخلنا تقييم هذا المطعم 9 من 10 يا رونوزور اتس ذا بيست ان ذا وورلد يداسك بات لوفي بيتر ذان هيم لوفي يا لوفي نو نو لوفي وات اباوت يو يو لوفي اور زورو لوفي اور زورو 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 اوكي اريغاتو غوزايما زورو سانجي طيب يا اخوان كل واحد طلب صحن كاري لحم ومع جبنه ورز السعر طلع كله كم 3670 ين وطلب مشروب يعني 3600 اتوقع 70 ين هو المشروب يا اخوان وصل الابيتايزر في لحم سمك بيض وهذول العيال مدمرين روعه متحمس جربوا شيء اللحم لحاله
تقييمك؟ يعني تأكل لحم بس إنه بارد، ما أفضل اللحم بارد. أنا متحمس إنه يأكل رز مع السمك. تكفى كذا. هذي. إيه. حتى أنا متخوف تراني زي زيكم يعني. يا هو علينا. خذ مصاري متخوف. بالنسبة لي ما عندي. تفداك. والله تفداك. تمزح. بعمر عادي شغل مقالب. والله زي. وش ذو؟ بيض هذا توقع. هذا ما زين. شهد قبل الحذف. المنظر المنظر تعبني برب الكعب. وجهك. مو حلو؟ لا. غريب أبو عمر. بيضه مسوي إنه بشر زينا. هذه بيض صح؟ دقيقة. حتى بارد. كل شيء بارد. يموتون في الثلاجة. عندهم 60 ثلاجة جوا. والله زين. ماذا؟ بس ليش ذهت سمك؟ ما أحب السمك بسم الله. طيب هو أبتايزر يقول لك يا أخي الأشياء اللي حطوها مو لذيذ حبتك. كيف يكلون؟ كيف يا كيف يا أنا اسكندر قال شيء جامع، ترى كل شيء في الحال لذيذ. أيوة كل شيء لذيذ. طيب مسألة تعود بس، يعني الحين أنت لو تربيت معاهم وعشت معاهم تاكل اكلهم من البدايه بتشوفوا لذيذ. يعني هم لو يجوا عندنا وياكلوا اشياء احنا ناكلها من اول ياكلوا كبده وما كبده يمكن يشوفوها لذيذه. مستحيل. عشان كذا هذا الفرق. والله هذا الفرق. شوربه البازلاء بسم الله فيها كل شيء. البازلاء لازم ارجع له. هذا يضحك. ابيك تجرب بس. ممكن افهم البازلاء بس ليش ريحتها سمك؟ صح منطقي ليش سمك؟ طيب والله ممكن الريحه بس الطعم حلو. هنذوق. انا بذوق صراحه. يعني ما تحمل ريحه الطبخ. هم ما تحمل ريحه الطبخ. الشيف هذا حمار شلون اخذ عطف شفت شهاده. هم يامي صح؟ هو يامي بس مو كارثية. يب مو كارثية بس مو يامي. بيخطص اوده على المسكة ذيك. شفت انها طعم بس. قفلها الوحش. ناخذ اكسجين وشاش نسد الخشم مع ننافس من جوا بسم الله. ما عجبته ولا والله شرب ثاني. يمبو لذيذ عادي شيء عادي يعني. اوه ناخذ والله الريحه. الريحه صح؟ طبعا يا اخوان بدات تجي الاشياء هنا صوص طحينه هذا صراحه ما عجبني ابدا. رادش من صوص صوص اتوقع بس هناك في الصحون واحد بس منهم اثنين صح؟ واحد. لا والله واحد. احنا قلنا لهم اثنين بس واحد منهم في بيض ني اللي هو حقي. اطبخ اللحم احط في البيض ني بعدين في الرز. هو الكلام يا اخوان اللعب الترخيم والله كنه الخام ما شاء الله تبارك الله الجوده. هذا الكلام يا اخوان لنا تقريبا ساعه نستنى ترى ما في الا قوه لحم قاعده تنزل. والله ما عندي مشكلة أقلب أسد وأكل ني الحين. أبو عمر ما نبغى نخاطر نبغى هم يطبخوا لنا إياه مضبوط. الحين تطبخين. ممكن ما نطلع فيه فرحانين. هذا لحم السكياكي مع رز. سكياكي بيلو كبيرة يا أخي. そこの店はまさかうどんがメインと思いますね。うん。すごい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 。
بيجي يعني هيجي هنا يطلب سوكياكي مو شرب. أول شيء شوف الصحون يا إخوان. والله لو إني أشتغل هنا لا أستقيل. نروح للتقييم يا إخوان. الشابو شابو 3/10 السوكياكي 6.5 المطعم ككل 6. الشيء الجميل إنه المكان روعة، الجو العام بس الأكل لك عليه، والأجمل من ذلك إنه أبو عمر صادق يا إخوان ما كبر على نفسه وقال لا أنا عجبني أنتم ما يعجبكم. تحية لبعض. طيب يا إخوان صح المفلاش بس أغلى مطعم كان أسوأ مطعم 103,000 ين. يبي حاسب أبو سعد أكرمك الله يا أبو سعد. حياكم الله يا إخوان. أكرمك الله يا أبو سعد. الله لا تديون ولا كان والله ما تشمونه. حسبت مليان. إيش فيه أبو سعد؟